انضم إلينا الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد، بعد التحية، الخبر العاجل والذي أذعناه منذ قليل هو عن إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر المبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة نتيجة للأحداث الأخيرة. وجاء هذا الإعلان نتيجة للقمة التي عقدت بينه وبين الرئيس الفرنسي وملك الأردن والتي كانت منذ حوالي الساعة. تعليقك على كل ما تقوم به مصر، وبالتأكيد مما لا شك فيه أن هناك الكثير من الأمور من ضمنها فتح معبر رفح واستقبال المصابين وفتح المستشفيات. أنا أعتقد أن الدور اللي بتقوم به مصر في بالنسبة للقضية الفلسطينية وللأحداث الأخيرة اللي بتشهدها الأراضي الفلسطينية من إرهاب إسرائيلي، أعتقد أنه بيدلل على قد إيه الدولة المصرية بتتعامل مع هذه القضية بشكل جدي وإيجابي بشكل كبير جدا. التحركات المصرية سواء كانت التحركات الدبلوماسية أو التحركات على صعيد تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين سواء كان الدعم الصحي أو الدعم الاقتصادي، أعتقد أنه ده أكبر دليل على قد إيه الدولة المصرية حريصة بشكل كبير على عودة الاستقرار والوضع الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية. ما أعلنت عنه مصر بعد القمة الثلاثية من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، أعتقد ده يعني كمبادرة مصرية ده بيدلل على أن مصر بتضع خارطة طريق بتوضح للعالم أن ما حدث في غزة من خلال التسع أيام الماضية من عمليات تدمير سيتكلف الكثير، ومن الواجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته في إعادة إعمار هذه المناطق التي تم تدميرها وتخريبها من قبل إسرائيل، وعلى العالم أيضا أن يدرك أن ما يحدث لن يحدث أبدا حالة من الاستقرار في المنطقة. الدولة المصرية أعتقد يعني منذ بداية الأزمة وهي تتحرك على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى تقديم الدعم، يعني مصر أرسلت وزارة الصحة حوالي 65 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الشقيقة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة، وأيضا تم فتح معبر رفح كما ذكرت حضرتك لنقل المصابين إلى المستشفيات اللي موجودة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة والإسماعيلية، وأعتقد بقت النهاردة المستشفيات 11 مستشفى اللي موجودين في هذه المنطقة بقوا موجودين بمثابة خط أمامي لتقديم الرعاية الصحية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. أعتقد ده بيورينا قد إيه الدولة المصرية بتقوم بدور حقيقي في دعم الأشقاء الفلسطينيين. نعم، وحتى على الجانب السياسي كما ذكرت حضرتك، يعني من الواضح جدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بالكثير جدا 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 من المجهودات لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الآونة. بالأمس كان خلال القمة المصرية الفرنسية كان هناك حديث عن القضية الفلسطينية، اليوم نتحدث عن قمة ثلاثية متعلقة بالشأن الفلسطيني أيضا. إذا هناك الكثير من المجهودات ليس فقط على الأرض لكن على الجانب السياسي، وعلى الأرض هناك الكثير من المجهودات المصرية. بالتأكيد، والجانب السياسي أعتقد دي دور كبير جدا في أن إحنا النهاردة في خلال هذه الفترة لحد دلوقتي في حوالي ثلاث اجتماعات طارئة لمجلس الأمن. مصر كان ليها دور كبير جدا، مصر تواصلت مع كافة القوى الدولية بهذا الشأن، وأعتقد ما صرح به الرئيس بالأمس على هامش القمة اللي منعقدة في باريس بشأن إعادة دعم السودان، أعتقد الرئيس أشار إلى أنه من الواجب أن يتم وقف حالة الصدام اللي موجودة في فلسطين لأن ده لن يحقق السلام في المنطقة. دي كمان بالإضافة إلى القمة الثلاثية كما ذكرت حضرتك اللي كانت منعقدة منذ قليل، بالإضافة إلى التواصلات والتباحثات اللي بيقوم بيها السيد وزير الخارجية مع كافة دول العالم. واعتقد انه يعني الدور اللي بتقوم به مصر في هذا الامر يكون ليه تاثير في وقف هذه العمليات خلال الفتره او خلال الساعات القادمه ان شاء الله. نعم، استاذ محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله. شكرا جزيلا لك.